السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم مريم التونسي. بإذن الله الفيديو ده هنتكلم فيه عن إيه اللي ممكن نطلع نعمله، أو إيه اللي المفروض علينا إن إحنا نطلع للحمام ونعمله أول ما نطلع الحمام. يعني غالبا أغلبية الغواة لما بيطلعوا عند الحمام أول حاجة بيعملها إن هو بيروح جايب الكلفة وكالف الحمام دب 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 وشوية المية، ويروح ممسق للحمام ويروح واخد بعضه ونزل تاني. طبعا يا جماعة ده غلط جدا، تمام؟ انت مفروض ان انت بتطلع للحمام دولك كأنهم عيالك، يعني تطلع انت لازم تطمن عليهم من كل الجهات، يعني تشوف كل حاجة وتبقى عارف ده ايه وده ايه وده ايه ده ايه. لازم تتابع الدنيا كلها عين عين باب باب، تمام؟ تبقى عارف ايه اللي هنا وايه اللي هنا، ده تحتيه حصى بقاله قد ايه، ده تحتيه زغليل بقاله قد ايه، النتايه دي فاضل لها قد ايه، والبيض الدكر دوت روق اخر عيش ولا عمر معاك، محتاج حاجه ولا لا، النتايه دي محتاجه حاجه ولا لا، الزغليل حاجه فيهم تعبانه، حاجه فيهم خاسه، حاجه فيهم ماتت، تمام؟ ممكن تلاقي زغلول ميت في الطاجن ومفروش في الطاجن. طب ما دوت اهمال، انت لو انت مش مهمل في الحمام مش هتطلع تلاقي الزغلول ميت ومفروش في الطاجن وملزوق تحت، هيجيب امراض وهيجيب بلاوي زرقاء، تمام؟ يبقى انت المفروض عليك ان انت بتطلع. طب انا طلعت دلوقتي كده، دخلت العشه بتاعتي، اروح جاي فاتح بسم الله كده، ابص اشوف الدكر ايه نظامه، النتايه ايه نظامها، النتايه راقده على الزغليل، اروح جاي مقوم النتايه اشوف الزغليل تحتيها فيهم حاجة تعبانة ولا لأ، كويسين ولا مش كويسين، أطلعهم أشوف فيهم زغلول صغير زغلول ضعيف. أنت لازم تعرف الكلام ده كله، ليه؟ هتلاقي لو زغلول ضعيف يومين تلاتة هتلاقي الزغلول ده مات، لأن طبعا الزغلول الضعيف دوت الأهالي ما بتأكلهوش كويس، تمام؟ يبقى المفروض عليك أنت الزغلول الضعيف تروح جاي واخده، هتديله مثلا نص قرص خميرة، هتعمل له شوية تأكيل تأكيل يده وبإيدك وتديهم له، تمام؟ تشوف مثلا لو في حصواية تاخدهم تكشف على الحصويتين كده، تشوف على اللمبة تشوف إذا كان في حصواية معرقة حصواية مش معرقة، بحيث إن الحصواية اللي فيها مشكلة ترميها، تمام؟ يبقى الموضوع بالنسبة لك في فهم شوية أو في فكر شوية، إن أنت طالع لهدف، مش طالع ترمي شوية الأكل عشان مستعجل على شغلك أو عشان مستعجل على المصلحة اللي أنت راح تقضيها. فضي نفسك الحمام بس 10 دقايق أو ربع ساعة قبل ما تروح تقضي مصلحتك، تمام؟ اقضي لهم مصلحتهم الأول، لأن هم مالهمش حد غيرك يهتم بيهم أو يقضي لهم المصلحة بتاعتهم أو يهتم بأكلهم وشربهم، تمام؟ دلوقتي بقى أنت مفروض إن أنت طالع أول حاجة تعملها، خدت كلفتك معاك مفيش اي مشكله، انت داخل بكلفتك من بره العشه بتاعتك او من بره الاوضه اللي انت مربي فيها او البلكونه اللي انت داخلها، خدت كلفتك داخل وخدت ميتك وداخل، بتروح جاي لافف كده مثلا، ايه باصص هنا عين ديت شوف في ايه، هنا شوف في ايه، تيجي تبص عندي مثلا زغلول طلع حجمه ضعيف زي كده اهو، تمام؟ زغلول اللي طالع حجمه ضعيف ده لو ما اهتمتش بيه، تمام، هيشقف منك خالص ويموت خلاص، تمام. يبقى انا عندي هنا في الاوضه بتاعتي في اقراص خميره، تمام كده، هروح جاي ماسك الزغلول اللي ضعيف شويه دوت، اروح واخد النص قرص خميره اهو يا جماعه، نروح مدينه النص قرص خميره فوق، تمام كده، يرجع بابه تاني، ندور نشوف ايه تاني. عندنا زغلول مثلا مراسله الاهالي ما بتزقهوش كويس، عظمه طبعا عامل له مشكله في التاكيل، خلاص يبقى احنا عندنا هنا في التاكيل اليدوي، عندنا هنا علبه ان احنا نعمل فيها شويه تاكيل للزغاليل، تمام. عندنا هنا الزغاطة اللي هنزغط بيها الزغلول، يروح جاي عاملين له شوية، وهنشوف مع بعض برضه نعمل له شوية ونأكله.
شوية مية. الموضوع يا جماعة مش هياخد معانا وقت، احنا نهتم بالحمام عشان ربنا يبارك لنا فيه. ادي المية اهي وشوية التأكيل بتوعنا، مش حوار، تمام؟ الحوار مش هياخد معاك وقت، يعني العملية كلها على بعضها. انت هتطلع للحمام مش هتقعد ربع ساعة على بعضها، بس هتكون نازل وانت مش ناقص الحمام حاجة، يعني الحمام كده تبقى انت ماشي والحمام مرتاح، او انت مرتاح برضو ان الحمام مش ناقصه حاجة، تمام؟ عشان عندك زغلول مثلا الاهالي ما بتزقوش كويس، يبقى شوية التأكيل دولت انت ساعدت الزغلول. طلعت تاني يوم لقيته واكل كويس، خلاص انت ما عندكش، ما يعني مالكش ذنب بقى في حاجة، خلاص هو الزغلول واكل كويس، انت كده مش محتاجك في حاجة. اليوم اللي تلاقي الزغلول فيه ضعيف ومش واكل، تمام، هتروح انت جامسة شوية التأكيل، وان شاء الله في حلقة كاملة هنعملها عن التأكيل اليدوي، خلطة التأكيل ديت ازاي بنصنعها وازاي نطلع خلطة بجودة عالية تفيد معانا الزغلول، تمام، ويكون فيها نسبة بروتين كويسة، وطبعا تبقى معالجة طبيا من اي مشاكل ممكن تيجي للحمام بسببها. اهو الخلطة، وادي بق الزغلول اهو، تمام، اهي حصلت الزغلول اهي ما شاء الله، اهي اتملت، تمام. نروح مرجعينه تاني لبابه مع اهله، ارجع خلاص كده. انا ما خدتش 5 دقايق، يعني اللي انا عملته ده كله ما كملش 2 دقيقة، تمام. حاجة تانية ايه عندي مثلا، نتاية، نشوف النوتي كده مثلا، نتاية قربت تحصي، تمسك النتاية، تمام. طبعا انت عارف بقى النوتي اللي بقى لها مدة مثلا وخلاص عليها 2 3 يوم وتحصي، بتروح جاي ماسك النتاية، تمام، بتحط صباعك هنا كده بتجسها، بتلاقي النتاية موسعة ومطرية كده في النص، بتجس كده في حصواية جوه مطرية، يبقى تمام النتاية ديت قربت تحصي معاك، يبقى نص قرص كالسيوم دي 3F او كالسيوم فاركو او كالسيمات، اي كالسيوم عندك. اجيب الكالسيوم ونشوف مع بعض. ده يا جماعة كالسيوم اسمه مابي كيل، تمام، 3F او ده الاف، تمام، اهو ما بيكال دال اف، ده بديل الكالسيوم دي 3F، ما بيكال دال اف او دي اف، تمام، 3F ده الفه يعني، تمام. ادي الحباية بتاعته شكلها اهو، تمام، هنكسر الحباية دي نصين، يبقى احنا نص في بق النتاية اللي قربت تحصي، يبقى انت كده النتايه ديت الحصويه عمرها ما هتنزل فيها مشكله، عمر ما الحصويه هتنزل ضعيفه، تمام. حطينا النص حبايه بقها، خلاص رجعها تاني للباب. يا جماعه اللي ممكن نعمله، ممكن مثلا عندنا برده نتايه لسه بيضه حصويه وعليها الحصويه التانيه، برده هنعمل نفس النظام، النص نص قرص كالسيوم اللي فاضل ده نروح جايين مدينه للنتايه اللي محصيه حصويه وعليها الحصويه التانيه، تمام. كمان مثلا عندنا جوز بويض بقاله مثلا 3 4 ايام كده، 5 ايام، تمام، هنروح جايين مطلعين الطاجن، هنروح مطلعين الطاجن زي كده يا جماعه، تمام، اهو الحصويتين فيه اهو، تمام. عندنا مثلا هنا، انا طبعا عشان الكشاف بتاع الموبايل مش هعرف استخدمه، لان انا طبعا مصور بالتليفون، هنروح جايين كاشفين
على الحصى كده تمام؟ على اللمبه مثلا زي كده هنروح كاشفين عليهم الحصويتين. تمام ما شاء الله الحصويتين مع الرقين يبقى زي الفل، نرجعهم تاني مكانهم. لا قدر الله فيهم حصوايه طلعت مروقه يبقى نروح واخدينها رميينها خلاص ملهاش لازمه. ما ممكن تحط مكانها حصوايه بلاستيك اهي تمام، نروح جايين حاطين مكان الحصوايه المروقه دي حصوايه بلاستيك. طب قول لي ليه بقى؟ الحصوايه المروقه دي لو سبتها كام يوم كده تبص تلاقيها راحت مكسوره، طبعا بعد ما تتكسر هتروح عامله ريحه وحشه او هتلزق في الطاجن، هتبهدل الدنيا عامه يعني مش هتبقى كويسه تمام. يبقى احنا نشيلها نرميها احسن ونحط مكانها حصوايه بلاستيك او نسيب حصوايه واحده تحت الحمام. يبقى خلاص احنا كده عرفنا برضو ايه اللي هنعمله لما نخش نبص على الحمام اللي تحتيه مثلا ايه زغاليل. حاجه ثانيه، بنشد الرفوف بتاعت الحمام كده تمام، نبص في الرف نشوف الزرق بتاع الحمام عامل ازاي، لا قدر الله ممكن نلاقي حاجه مثلا ايه فيها اسهال او الكلام ده نبقى عارفين نلحق نفسينا يعني تمام. نطلع كده رف رف ونروح جايين باصين فيهم تمام، نشوف في حاجه عامله اسهال او لون مختلف او برد او الكلام ده، بنتابع يعني الدنيا. هو ده طبعا علامتك انت او اكتر حاجه ممكن تعرفك المرض اللي في الحمام، طبعا الشكل الخارجي لفرد الحمام اللي هو كش او لا. تاني حاجه الرف اللي تحت الحمام تمام، الدرج ده لما تشده كده وتيجي تبص فيه فرد حمام مثلا عامل اسهال اخضر، عارف ده كده فرد حمام تعبان، تبدا بقى تراقب فرد الحمام وتشوف الاعراض اللي عليه تمام. فرد حمام عامل اسهال ابيض كده برضو ده فرد حمام تعبان مش كويس، لازم تعرف فيه فرد حمام عامل اسهال شكله غريب مش عارف، طالما حاجه مش طبيعيه الزرق مش طبيعي هتراقب بقى فرد الحمام. يبقى انت عرفت كده فرد الحمام ده كده مش تمام، فرد الحمام ده كده اسهاله مش كويس. يبقى احنا نتابع فرد الحمام ونشوف الاعراض اللي ظهر عليه، تاني يوم هنقدر بقى ايه نحدد طلعنا الرف لقينا الزرق كويس، يبقى ايه كانت مثلا ايه زرق كده مثلا حاجه عاديه عابر كده اللي هو كان مثلا ايه شويه اكل خضر شويه يعني كلب مثلا بسله كتير ما كانش واكل كويس. طبعا الحمام لما ما بيكونش واكل كويس بيبقى الزرق بتاعه ممكن يكون ميه كتير، ممكن يكون اخضر، ممكن يكون الكلام ده، فبرضه بتبقى انت كده عرفت اذا كان هو مرض ولا كانت حاجه عاديه تمام. طبعا لو مرض خلاص بتقدر تحدد نوع المرض بقى من الاعراض اللي ظهر على فرد الحمام والزرق بتاعه وتبدا ان انت تديله العلاج المناسب. خلاص مفيش اي حاجه وبصينا على الحمام كله وبصينا على الادراج وبصينا على المسق والاكلات، لقينا الدنيا كلها نظيفه، خلاص انت بتاخد بعضك والسلام عليكم بقى ايه وتروح سايب الحمام وماشي. يبقى انت كده طلعت لهدف الفيديو كله على بعضه تمام، حدود مثلا العشر دقايق. يبقى احنا بنطلع للحمام من 10 دقايق لربع ساعه بنقعدهم مع الحمام، يبقى ال 10 دقايق او ربع ساعه لما نقعدهم مع الحمام لازم نشوف فيهم الكلام ده كله، مش هيخسرنا اي حاجه. فرد حمام محتاج قرص خميره بتديله، فرد حمام محتاج كالسيوم بتديله، بتشوف الحمام اذا كان الرفوف بتاعتهم فيها حاجه ولا لا، عرفت حمام سليم ولا حمام مريض، مش هتتفاجئ بحاجه بتموت منك او بحاجه تعبانه وفي المراحل الاخيره من التعب تمام. يا ريت اكون قدرت افيدكم بالفيديو ده، ويا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، واللي محتاج اي حاجه هيكتبها لي في تعليق وهرد عليها باذن الله. وما تنساش تشترك في القناه، هتقف على الصوره لو انت مش مشترك هتلاقي كلمه اشتراك او سبسكرايب بالانجليزي، هتدوس عليها وتفعل الجرس هيوصل لك بعد كده اشعار لو انا نزلت اي فيديو جديد عشان تخش تشوفه تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.